يسعد لي مساكم من وين ما كنتوا تتابعونا. يوم جديد وحلقة جديدة من أهل المدينة، راح نتناول بها الكثير من القضايا اللي تخص المدينة وأهلها، ولكن بداية نتعرف على العناوين مع سفيان. مساء الخير سفيان. مساء الخير ياسمين، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما تعودتوا البداية حتكون مع الأخبار والعناوين. ديالة تسجل حالة وفاة جديدة بالحمى النسفية. تحديد 25 تشرين الأول موعداً لامتحانات الدور الثاني التكميلي. خلال أسبوع إيقاف 46 حالة ابتزاز وعنف أسري في العراق. مساء الخير من جديد، ومساء الخير ياسمين. مساء الخير سفيان. يعني ويا تغيير الاجواء اللي دا تشوفوها اليوم في العراق وانخفاض درجات الحراره، فاعذرونا على تغير الصوت بالنسبه لي. مشكله هذه. تطمنيني شلون تقدرين تحافظين على انه ما تتمرضين هاي الفتره ياسمين؟ انه ما اشغل لا سبالت ولا اي يعني مراوح، لان بالتالي يعني دا تشوفون انتم تغير الجو بداخل المنزل وخارج البيت، هذه كلها تتاثر على مناعتنا اذا كانت خصوصا ضعيفه، تتاثر انه راسا يجي فيروس وياثر على يعني جسمنا كله. صح، تدرين ايضا الارهاق. انا بالنسبه لي الارهاق، يعني مثلا واحد هواي يسوي اشياء يطلع هوايه، او مثلا يكون ضغط في دراسه او غيرها من الاشياء، هاي كلها ايضا تقلل من المناعة. وأنا أقول ضغط دراسة، مو أنه واحد قاعد بالبيت ويدرس وها، لا قصدي مثلا يروح ويطلع هو خاصة ويا هذا العنوان تحديد 25 تشرين أو موعد الامتحانات الدور الثاني التكميلي، يعني هو الدور الثالث، يعني أساس هي الوزارة قالت أنا هالسنة ما حنسوي دور ثالث وماكو دور ثاني تكميلي، صراحة ما نعرف يعني. بالضبط سفيان، عندنا العنوان الثالث يعني هو زين ومو زين، أنه خلال أسبوع تم إيقاف 46 حالة ابتزاز وعنف أسري في العراق، أنه يعني زين دي يتم الحد من هذه العمليات، صح، القبض عليهم العنف الأسري، وبالتالي يعني ما زالت يعني مستمرة داخل البيوت، صح، يعني ما دي يصير أنه يعني فشوية قلة أو وعي من قبل الأهالي. وهذا بالجانب السلبي به، بأنه 46 حالة هاي بس اللي اكتشفتها الشرطة المجتمعية، هذا كارثة الرقم، وهذا قليل جدا، هاي بس اللي كشفتها، الله اللي يعلم في البيوت ايش دا يصير من عنف اسري والابتزاز وغيرها من الاشياء. واكيد لابد انه بس نعلق بشكل سريع على الحمى النسفيه، انه هي ما زالت موجوده، ومع الاسف فقدنا شخص عراقي اخر بسبب الحمى النسفيه. خلينا نبدا بمواضيعنا، والموضوع الاول اللي حنتحدث عن ايضا عن التعليم والجامعات هذه المره، وطلبه الصيدله للمرحله الخامسه ما تتخيلون ايش قد ناشدونا، وما تتخيلون ايش قد الرسائل اللي وصلتنا، الى ان طلعوا مظاهرات اليوم للمطالبة بعشر درجات لمعالجات حالات الرسوب الكثيرة اللي صارت بالجامعات. هم اللي دا يستندون عليه، يقولون بأن هاي العشر درجات هي مو بس إنه يعني باقي الكليات أيضا هم أخذوا هذه العشر درجات، طب العام، طب الأسنان وغيرها، فليش إحنا الصيدلة مدى ناخذ هاي العشر درجات؟ ليش احنا بلد تقبلون تعطونا هاي العشر درجات؟ فاحنا فكرنا بيها بانه اوكي خلي نستضيفهم اليوم، نفتهم من عندهم شنو يريدون، بما انه هي الوزاره ما اعرف حتى تفاهمت وياهم، افتهمت من عندهم شنو مطالبهم او لا. فاحنا قلنا اليوم نجيبهم البرنامج ونتحدث وياهم حتى نفتهم شنو، صراحه هو هذا لغط صار على موضوع الدرجات، وصراحه هواي من الناس خارج الدراسه مثلا خارج الصيدله او كليه الصيدله دي يقولون بانه شلون نعطي 10 درجات هيك، يعني في اي زمن في أي كليات. في جانب اخر هم الطلبه نفسهم مثل ما قلت لكم يقولون هي مو فقط لكليتنا، هي كثير من الكليات دا يستخدمون هذا الموضوع، ليش احنا وصلت يمنا وصارت حرام ودا ننظلم، ويمكن على مود درجه نعيد سنه وغيرها من الاشياء. اليوم احنا حيكون ويانا ممثل طلبه الصيدله المرحله الخامسه السيد حسن صفاء شاكر. سيد حسن اهلا وسهلا بك برنامج اهل المدينه، وشكرا لانضمامك. انه مثل ما ذكرت بالبدايه احنا اليوم يعني اكثر حتى نفتهم من عندكم المشكله، شنو سالفه هاي العشر درجات؟ يعني منو يعطيها؟ على اي اساس تعطى هذه العشر درجات؟ اهلا وسهلا استاذ، وشكرا لك وللكادر لان سمعتونا، وان شاء الله عن طريقكم وعن طريق القناه المميزه يوصل صوتنا الى من يهمه الامر. ان شاء الله، اهلا بك. صراحة هو الموضوع أساسا يعني من كبداية الأسنان، طب الأسنان والتحليلات وكل الأقسام الطبية،
اللغة مالتها شرط النجاح، وصار احتساب سعي سنوي وتمتحن أنت وموجود عندك سعي. إحنا فقط هذه القسم الوحيد قسم الصيدلة ماكو، لازم شرط النجاح داخل الدفتر عن طريق برنامج البابل شيت. زين احنا اكثر راح نوصل يعني العدد الى 700 الى 800 طالب من المرحله الخامسه، راح نوصل الى الرسوب، يعني وصلنا خلاص انه هاي الاعداد كلها راسته بمادتين، اقول لي منهم بماده واللي بمادتين. اكثر من 3 اسابيع الى 4 احنا نروح نتظاهر بكل سلميه وكل احترام متبادل من عندنا ومن وزارة التعليم، نطالب احنا بقرار 10 كيرب يعني كمساعدة للطلبة، مع العلم ال 10 كيرب يعني يمكن يفيد اللي محمل مادة، بس اللي محمل مادتين هذا ما يفيده. ونرجع للموضوع الأساسي، هو النقطة الأساسية انه قرار شرط النجاح، قرار شرط النجاح تطبق علينا بس احنا، بس احنا بس الصيدلة. هنا احنا بدنا نتحدث على الامتحانات النهائية قصدك صح؟ في المرحلة الخامسة؟ هو بالامتحان النهائي، يعني هذا بعد كل هالطلبة قرأت، كل هالطلبة قرأت، صار موضوع مصيري. اجينا استلمنا النتائج، تقريبا حسب ما نشر يعني نائب نسبة مادة العلاجات، نسبة الرسوب بها أكثر من 50%. زين تعرف انت ويا الوزاره يقول لك لا نسبه النجاح كبيره، فما نعرف يعني. خلي سياده الوزير ينظر لنا بعطف ابوي واخوي، يعني فكتي لقانا فد مساعده. زين احنا هنا نتحدث عن كليات الصيدله في كل العراق ام هذه جامعات محدده؟ انا اتحدث وياك، انا ممثل عن الاهليه وعن الحكوميه، اتكلم نيابه عن كل الطلاب. نسبه الرسوب بلغت من كل الكليات، يعني كل كليه اهليه تطلع 70 80 طالب راسي، راح يعيد سنه، راح يعيد سنه، من غير ذلك راح يدفع اقساط، واغلب الجامعات الاهليه نزلت انه اللي ما يدفع اقساط راح يترقن قيده. هذا موضوع. موضوع ثاني استاذ، داخل الامتحان، داخل القاعه الامتحانيه، الاسئله متكونه من 105 سؤال، حسب كل الاساتذه وكل الدكاتره ايش قالوا؟ قالوا انه كل سؤال يحتاج 6 إلى 7 دقائق يلا ينحل، يعني كل نقطه واحده. زين بابل شيت هذا النظام انت يحتاج لك وقت ساعه كامله بس حتى تنقل الاجوبه، تنقل الاجوبه وتظللها بالبابل شيت. زين انا واحد من الناس، من اكثر من 278 طالب، يعني مسوين احنا احصاء عليهم انه انسحبت الاوراق منهم بالقاعه الامتحانيه بسبب انه الوقت غير كافي، 3 ساعات ما يكفينا. تجي مثلا للدكاتره اهل الاختصاص بهاي المواد، قالوا انه هاي الاسئله مو مستواكم، هاي مستوى اكثر من دراسات عليا، بعدين اكو دكاتره من الجامعات ما قدروا حتى يحلون الاسئله. في شغله ثانيه انه الاسئله تتحمل اكثر من جواب، يعني تاخذ احتمال اكثر من جواب. زين احنا طيب احنا خلينا نرجع حسن الموضوع ال10 درجات، انا صراحه ما افتهم يعني هاي ال10 درجات الكيرف اللي انتم تاخذوها مثلا الوزارة تطيها، الكلية تطيها، على أي أساس يعني يحسب بأنه أنتوا قبل تأخذوها مثلاً وهسه لغت لو أنتوا هسه تطالبون بها، حتى أيضاً الجمهور يفهم، المشاهد يفهم مشكلتكم. جيد. أكو جامعة أهلية، قصة طب الأسنان 10 كير، 10 كير مساعدة، هي وزارة التعليم تنزل القرار عن طريقها، عن طريق هيئة الرأي، والدور تتوجه هاي القرارات في الكليات، الدور تعطي 10 درجات مساعدة للطلبة. احنا كل سنة نحصل على 5 درجات او 10 كل سنة، بس هاي السنة يعني الصعوبة مو طبيعية ثابت، فهمني انت؟ اكو عوائل اجت ويانا للمظاهرة، ردنا بس نقابل سيادة الوزير انه يسمعنا يشوفنا، ما نعرف احنا هسه وضعنا، راح نعيد، راح بلكي تطلع قرارات مساعدة. حايرين، وهواي اكو طلاب حتى ما مبلغين اهاليهم بالنتيجه خوفا على اهاليهم، يعني اكو عوائل مبلغه انه يعني ميزانيه اقساط الاهليه ب5 سنوات، ما يقدر اكو طالب بعد يجي هسه يدفع اقساط مره ثانيه، واكو منهم اللي محافظات. فموضوع جدا مهم وجدا صعب علينا احنا الطلبه، واحنا يعني من قناتكم احنا نريد العطف الابوي والاخوي من سياده الوزير انه نكون احنا اسوه ببقيه طيب. الاقسام الطبيه. طيب حسن، اليوم حسب ما افتهمنا اليوم همين كان عندكم مظاهره امام مبنى وزاره التعليم. نعم. العالي، كم كان عددكم؟ وماكو كان يعني استجابه؟ اكو احد طلع حكى وياكم؟
احنا صار لنا اكثر من 4 اسابيع مظاهرات امام وزاره التعليم، ومظاهره سلميه وبكل احترام. ماكو يعني تصير مماطله. لما صعدوا الممثلين الى داخل الوزاره قالوا هذا الموضوع يمها يسر. لما اجينا مره ثانيه قالوا هذا الموضوع يم لجنه العمداء. يعني صارت مماطله واحنا صرنا داخل دوامه ما نعرف وين نروح، ما نعرف من اللي راح يساعدنا، هل هو لجنه العمداء، هل هي وزاره التعليم، هل هي هيئه الراي، دخنا. طيب حسن، يعني قبل ما نختم وياك، شنو ردكم بما ان انت الممثل عن هؤلاء الطلبه، شنو ردكم لبعض اللي يقولون بانه انتم طب فلازم يتشددون وياكم بموضوع النتائج، لانه طبيب يعني انت بايدك ارواح عالم، فبالتالي وحتى لو طب اسنان يعني ممكن تشل بني ادم في حال صار فشي. فشنو جوابك على من يشجع هذه القرارات بعدم اعطائكم ال10 درجات، وانه يجب ان تكون الدراسه مالتنا اكثر متانه وصرامه حتى نخرج طلاب يعني ممكن يقدمون نتائج افضل من السابق؟ فشنو ردك على هذه الاصوات؟ نعم استاذ، ما هو بالاسنان وبالتحليلات وبكل الاقسام الطبيه حتى بما فيها الطب عام مرحله اخيره، هم امتحان وساري، حالهم من حالنا، كلهم لغوا لهم شرط النجاح، دخلوا للامتحان بسعي. احنا الوحيدين فقط احنا الوحيدين من المجموعه الطبيه اللي دخلنا شرط النجاح، يعني لازم تنجح حتى بالدفتر، يا الله بعدين ينحسب لك السعي. يعني هذا بس في الصيدله، يعني ما نعرف هل هو الموضوع بس الصيدله موضوع شخصي او ما اعرف والله العظيم. بس احنا يعني نتمنى من سياده الوزير، وهو دائما كان وما يزال صاحب المواقف الانسانيه مع الطلبه وكلهم ابناء او اخوانه، نتمنى انه ينظر لنا ويشوف حالتنا، لان احنا يعني اذا عدنا حتى في موضوع التعيين احنا راح نتاخر، حتى في موضوع التعيين اذا تقدمنا يعني عدنا وصلنا ويا دفعه 24 حتى ضرر راح ناثر على 24. يعني لاول مره في العراق في وزاره التعليم والتعليم الجامعي يحدث مثل هذا الامر، لاول مره بالعراق الرسوب بتصير اكثر من 800 طالب، اكثر من 800 طالب مرحله اخيره، كل الطلاب لهم امال واهداف ما بعد طبعا. هذا التخرج، بحيث استاذ ولو انا طلب بعد استاذ، لما طالب هسه تخرج يريد يروح يشتغل بصيدليه ويقدم على وظيفه لازم عنده تأييد التخرج، زين احنا طبعا. احنا يعني صار اكمال وتحميل بالدور الثاني، حتى بعد شغل بالصيدليات ما حد يشغلنا، زين احنا بهيجي حاله شنو موقفنا؟ طبعا سيد حسن، ان شاء الله يعني يكون هنالك استجابه لما عرضناه، وانا برجع واقول مره ثانيه، يعني انتم تظاهرتوا اكثر مره ايضا، الرسائل اللي انا واصلتني والبرنامج واصلته اعداد كبيره جدا من الطلبه اللي متاثرين الظاهر بهذا القرار، لانه شفنا اعداد هائله من الرسائل اللي وصلتنا وايضا حتى مظاهراتكم، فطرحنا قضيتكم، ان شاء الله يكون هنالك رد من وزاره التعليم العالي او حتى من كلياتكم وجامعاتكم وجامعه بغداد وغيرها من الجامعات المركزيه الرئيسيه في العراق، حتى يعني تبرر لكم ليش هم هيك يسوون وما هي اسباب مثل هذه القرارات. لا واحنا دا نسمع انه اعداد الرسوب الفظيعه يخليهم انه يطالبون بانصافهم، اسوه بباقي الاقسام الاخرى مثل ما سمعنا الطب العام وطب الاسنان والمختبرات الطبيه والتمريض، هذه كلها لازم تكون يعني بيناتهم عداله، مثل ما سمعنا انه جمعوا اليوم اكثر من 200 طالب امام وزاره التعليم العالي انه يطالبون وزير التعليم بانصافهم والالتفات لموضوعهم، وحسب ما يقولون انه حاله الرسوب جدا تجاوزت فوق تقريبا 40% او 50%، واغلب الكليات الاهليه انه ما يهمهم، فقط اقساطهم اللي تجاوزت 7 ملايين، وهذا الشيء يعني مو قليل. لا هو طبعا، فلهذا احنا نريد اليوم نعرف اجابات من الوزاره في حال يعني ارادوا الرد على هذا الموضوع، حتى يردونا ويقول او على الاقل يعني يجوز الوزاره عندها مبررات مقنعه، او مثلا بس على الاقل تواصلوا اياهم واعطوهم شنو هاي المبررات المقنعه مالتكم، واذا ما كانت يا ريت تسمعون وجهه نظرهم وشنو دا يقولون، يجوز هم عندهم وجهه نظر بما طرحوا. صحيح بالضبط. خلينا ننتقل لموضوعنا الاخر حول موظفي العقود التابعين الى تربيه الديوانيه اللي صار لهم اكثر من 5 سنوات بدون تعيين، اليوم يحتجون احتجاجات عارمه ويلوحون بالاضراب والتوقف عن العمل في حال لم يتم حسم أمرهم وتعيينهم على الملاك الدائم، يعني من بعد ما صار لهم 5 سنوات تعبوا من المماطلة وعدم الاستجابة من قبل الجهات المعنية. يعني
يعني احنا اليوم اغلب المظاهرات والمناشدات اللي تشوفوها والاضرابات من قبل المواطن سواء او الطلاب هو عدم معرفه ما هي الخطوه القادمه، عدم الاستماع لهم والمطالبهم والالتفات لهم، يعني انه يعرفون شنو السبب او شنو الخطوه القادمه. يعني موظف صار له 5 سنوات وهو ما يعرف راح يتعين لو لا، اكيد راح يكون بقلق وما يعرف شنو اللي ينتظره وهو ما محصل على ابسط استحقاقاته بالتعيين. وهذا نشوف تظاهراتهم مستمرة في الديوانية للمطالبة بحقوقهم، وخاصة بعد إقرار الموازنة الثلاثية، فبالتالي بأن هم ما أدري اليوم شلون يتأملون بتعيين جديد، وخاصة ما شافوا بأنه أقرانهم من المحاضرين المجانيين تم تعيينهم وتوزيعهم على الملاكات، وهم المشكلة بأنهم ما زالوا يعملون، يعني الوزارات ما زالت أو خاصة التربية ما زالت محتاجة لهم. فلتسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع حتى نفتهم من عندهم شنو اللي يصير وياهم وليش لم يتم تعيينهم الى حد الان، حينضم لنا مسؤول تنسيقيه ملحق محاضري واداريه تربيه الديوانيه سليمان الميالي. سيد سليمان شكرا جزيلا لانضمامك ويانا، واهلا وسهلا بك ببرنامج اهل المدينه. خلينا نبدا وياك بموضوع ملحق محاضري واداريه تربيه الديوانيه، احنا نادر نتحدث عن التدريسيين، لو احنا نتحدث هنا عن الاداريين لو كليكما، وشنو فرقكم عن المحاضرين المجانين اللي تم تعيينهم؟ شكرا لك استاذ سفيان، وتحيه طيبه لك ولكل المشاهدين. اولا قضيه المحاضرين عقود الديوانيه اللي يبلغ عددهم 13000 طبعا بالديوانيه فقط، اما بالعراق ككل يتجاوز عددهم 7000 محاضر واداري بين مدرس ومعلم واداري طبعا. بالنسبه لهؤلاء استاذ سفيان قضيتهم اكل الدهر عليها وشرب بسبب تعاقب مدراء عامين في مديريه التربيه، وكذلك يعني تلكؤ واضح من وزاره التربيه. احنا ونقطه هاي فيصليه استاذ، وخلي المشاهد يعرف انه احنا كان حقنا انه نكون مثبتين على الملاك الدائم، حالنا حال اخواننا اللي ثبتوا على الملاك الدائم واللي اعتقد هذا الشهر والشهر الفات استلموا اول راتب على الملاك الدائم. احنا مظلوميتنا مركبه، مظلوميتنا اسرتين. اولا انظلمنا بسبب عدم شمولنا مع اقراننا بالتثبيت على الملاك الدائم، وهذا ابسط حقوقنا، لانه احنا رفضنا العمليه التربويه بوقت كان بالملاكات التربويه نفسها ما تقدر توصل للمدارس. رفضنا العمليه التربويه بوقت كنا يعني من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال عفوا الوسائل يعني التعليميه اللي كانت البديله في ذيك اللحظه. صراحه المظلوميه اللي صارت علينا انه احنا ما تم شمولنا مع اقراننا هاي اولا، ثانيا تم شمولنا بشكل خلينا نقول خجول بشكل يعني بها المعنى استاذ سفيان، يعني شو نقول لك، يعني يبدون يعني يلملمون الموضوع قدر المستطاع، فخلونا على قرار 315. قرار 315 بسلم راتب 315. اذا تسمح لي سيد سليمان، يعني هنا احنا نتحدث عن موازنه الثلاثيه وبعدنا 3 سنوات ما حيكون اكو هنالك تعيينات جديده، فشو ما هي اليوم شنو خطواتكم القادمه؟ انتم تحدثتوا عن اضراب، فيعني هذا الاضراب هل هو على الطاوله فعلا مطروح باختصار سيد سليمان؟ نعم، انا اتمنى انه تنطيني الوقت كافي بس لشمول بعض النقاط المهمه والمصيريه بحياه 13000 او 70000. اليوم احنا نحكي بالنيابه عن 3 محافظات البصره والديوانيه والانبار، خلينا نحكي عن الديوانيه ومظلوميتها بس لو تسمح لي بوقت بسيط. بس احنا لو نتحدث عن جزئيه الاضراب قضيه مدرس، يعني بالضبط، يعني شنو خطواتكم القادمه في حال لم يتم الاستجابه؟ في حال لم تتم الاستجابه اضراب عام في يعني القطاعات التربويه كافه، هاي اولا انه يكون ان يعني استاذ سفيان قضيه المدرس انه يهان بهذه الطريقه، هذه قضيه ما تصير بابسط القيم اللي تحكم يعني في دول اخرى. اليوم المدرس يهان ويضرب ويعلن اضراب، ما كان المدرس هكذا اصلا. حتى يعني اليوم انا لما الطالب يكون فخور بمعلمه، الطالب يكون فخور بكادر التدريسي، ما يكون انه يشوف المدرس والمعلم يهان بالشوارع. واحنا صار لنا استاذ سفيان، احنا صار لنا هاي السنه الخامسه بلا ولا احنا يعني ولا احنا نقبلها بانه اليوم ولا احد يقبلها في العراق. اذا تسمح لي سيد سلمان، يعني ما حد يقبلها بهذه الاشياء. احنا عم نستمر بمتابعه الموضوع ويا حضراتكم لانه هذا الموضوع مهم. احنا اكثر مره ذكرناه برنامج اهل المدينه سواء بهذه الفئه او باقي
المحاضرين مجاني، كل من قدم خدمة مجانية للدولة يجب أن الدولة تكافئهم، لأنه بما معنى بأنه ما زالوا يحتاجين لهذه الطاقات البشرية لإدامة الحركة التعليمية في البلد. يعني سيد سلمان أتمنى يكون هناك وقت كافي للحديث أكثر عن هذا الموضوع، لكن وعدك بأن هناك حلقات قادمة وحنتحدث بهذا الموضوع أكثر، لأنه فعلا الموضوع مهم. بس أنا بس اليوم حبينا نسلط الضوء عن شنو هاي المشكلة، وخاصة مع التظاهرات وخاصة بالتلويح بموضوع الإضراب الخطر على مؤسساتنا التعليمية. فأتمنى يكون هذه خطوة أولية لترك المجال للتربية حتى يجاوبون على هذه التساؤلات، أو الجهة المسؤولة عن هذا الملف حتى بس يجاوبونا شنو الرد على ما طرحه السيد سليمان. ننتقل لموضوع آخر، هذا الموضوع هذه المرة مع في الموصل، وصراحة خبر جميل جدا. البعثة الألمانية اللي تعمل في تل النبي يونس في الموصل اكتشفت قاعة كبيرة يزين مدخلها زوجين من الثيران، وهذا الاكتشاف الأثري يأتي في ظروف احنا كنا ندور على آثارنا، كنا نريد نسلط الضوء أكثر على آثارنا ونكتشف الآثار اللي لحد الآن ما مكتشفة. بعض الأبحاث العلمية دا يقولون بأن العراق ما زال لم يكتشف كل الآثار الموجودة في البلد، وخاصة في الموصل وغيرها من المحافظات. فهذه البعثة اليوم وأخيرا اكتشفت لنا بعض الاكتشافات الحديثة والجديدة اللي يجب علينا كمجتمع ياسمين وكدولة كحكومة محلية في الموصل إعطائها الأولوية في 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 مجال تسليط الضوء عليها، إضافة لحمايتها وتوفير كل الإمكانيات المادية من ناحية الأدوات والأساتذة والخبرات والعقول اللي تحتاجها هذه مثل هذه البعثات لاكتشاف مزيد من آثارنا. وضح في متاحفنا فتحها للمواطنين لاكتشاف هذا البلد وش قد غني بموارده، سواء كانت الطبيعية منها وحتى التاريخية منها اللي احنا بعدنا ما مكتشفيها كلها. وأتمنى هذا الموقع الأثري ما يندثر مثل باقي المواقع الأثرية اللي احنا مكتشفيها، واليوم أغلب العراقيين حتى بعدهم ما شايفيها. حينضم لنا من الموصل جمال البدراني مراسل الشرقية في نينوى. جمال أهلا بك برنامج أهل المدينة. يعني صراحة أنا بديت بهذا الموضوع، أفرح جدا بهذا الاكتشاف الاكتشاف في مدينة الموصل، فحدثني أكثر عن معلومات اللي عندك حول هذا الموضوع. وإحنا بالفيديو أيضا هسه حنشوفه من ضمن نتحدث وياك بعض اللقطات من داخل الموقع. نعم شكرا جزيلا. حقيقة قبل أنا موجود في موقع، بس حبيت أشوفك المنطقة، أنا بالجانب الأيسر حتى أشوفك الوصف لتل النبي يونس أو جامع النبي يونس، الجامع اللي فجره تنظيم داعش وعاد إعماره. بالجهة الخلفية وبالباحة الخلفية أكو موقع أثري منذ سنوات أعمال التنقيب تجريبي. حتى أشوفك المسافة، هذا تل التوبة أو تل النبي يونس، شوف المسافة هي أعلى بقعة يمكن على تلة في مدينة الموصل أو الجانب الأيسر من الموصل، حتى تشوف المسافة من خلفي هي مدينة الموصل والجانب الأيمن. إذا ندخل للموقع الأثري سفيان ياسمين حتى أشوفك الموقع، أكو موقعين حقيقة بالباحة الخارجية للجامع. طبعا الشكر موصول للدكتور خير الدين أحمد مدير مفتشية الأثار في نينوى، والشباب اللي هم بال الشرطة اللي سهلوا مهمة دخولنا بموافقة فعلا تحياتنا أكيد لهم وبموافقة. شوف عن بعد سفيان حتى تشوف هذا هو الموقع. تشوف يمكن دا تلاحظ جوال انت دا تحكينا عن الموضوع شلون اكتشفوه، يعني بالصدفة لما دا يعمرون الجامعة وهم عندهم سفيان العمل جامعة وبعثة ألمانية تعمل بعقد رسمي بالتنقيب في هذا الموقع، والموقع الآخر أحمد يشوفهم إياه هناك، ذاك موقع الآخر أيضا أم مسيج أيضا. الثيران اللي اكتشفت في هذا الموقع، هذا الموقع ويا أحمد هذا الموقع. شوف إذا هذا الثور الأول الثور المجنح الأول وهذا الثاني اللي اكتشف. بالمناسبة الموقع مسيج ومغلف بهذه الطريقة، يعني حتى ضروري يحافظ عليه من الظروف الخارجية والبيئية. البعثة أعلنت أنه الأسبوع الماضي أنه انتهت من التنقيب عن هذين الثورين المجنحين في هذا القصر، قصر أسر حدون العسكري، وهو العرش الملكي بحسب وصف وتعبيرات المختصين. وعذرا حتى إن فاتني بعض الشيء، أعتقد أنا لست بمختص في مجال الآثار والتراث، ولكن بحسب مصادر هذا يعود لأسر حدون، أنشئ في عهد الملك سنحاريب 705 قبل الميلاد. البعثة بدأت تتنقب. بالمناسبة الموقع هذا من فجر
عندما فجر كجامع اللي خلفنا كجامع النبي يونس استولى عليه داعش بدأ يحفر أنفاق. خلي شوفك الأنفاق سفيان هاي المواقع. وكان داعش أيضا ينقب عن الآثار في وقتها خلال سطوة داعش وسيطرته على مدينة الموصل وهذه المواقع. شوف هاي الأنفاق اللي استخدمت هي ده تستخدم بالتنقيب. بس يقال ونقلا عن الدكتور علي أيضا اللي هو مختص في مجال الآثار وكان أيضا ضمن البعثة الألمانية قال أنه داعش وجد أنفاق في هذا الموقع وما كان يسمح لأي شخص أن يتواجد في هذا المكان وكان ينقب على الآثار. بعدها بدأوا ينقبون لمدة 5 سنوات البعثة الألمانية بدأت تنقب صار 5 سنوات بحدود 6 مواسم سفيان. هاي الثورين المجنحين هسه من هنا واضح. طيب احنا قبل ما نكمل جمال هنا فسؤال. احنا قبل شويه من تفتر الكاميرا يعني على يسار احمد لو شفنا اصباغ وناس مشخبطين هذه على الحائط الجامع لو هاي بالجديد صايره لو قديمه هسه صارت وراك تقريبا اكو شيء ناس بالصبغ صابغين ما ادري ايش كاتبين. شايف هاي الحاله بالعراق مع الاسف يعني. فشنو الناس يقدرون يفوتون هنا لو هاي قديمه مو على هذا على الحائط اللي ورا المصور هسه حاليا؟ لا الورا المصور على العموم يعني انا شفت صوتك راح جمال. اي راح شباب بدك تسمعوه. جمال صوتك راح ما دا نسمعك بس دا نشوف الصوره واضحه يعني با هناك رقم 15 بس فعلا اوكي بين قديمه اعتقد قديمه اعتقد انها خاصه مع سيطره داعش على هذه الاثار واحنا نشوف الدمار اللي سببه داعش في كل حجر وشجره وبني ادم وانسان وتاريخ دمر كل شيء بطريقه ومن ضمنها هذه الاشياء اكيد. يعني اليوم هذا انجاز مهم جدا والله انه نشوف ومفرح مفرح ونحن نريد نعرف ايضا مصير هذه الاثار انه وين راح تكون بعدين يعني صح الحياة. هذا مهم جدا للمتحف لو ايضا راح تبقى او ممكن الناس يعني يدخلون يتعرفون عليها يشوفوها لو خالين مثلا هذه الشغله احنا لازم ننقل لا هذه اعتقد لما بعدهم ينقبون عن الموضوع لازم ننقل هذا السؤال لجمال حتى نعرف لانه عاده مثل هذه ما ادري ينقلوها لو يبقوها لانه عاده يبقوها ياسمين على سؤالك عاده مثلا يبقوها بمكان يفتحون مكان للسائحين مثل ما شفناه في مصر او غيرها من الاماكن. ايضا طبعا ها كلها الاسئله احنا حنقلها لجمال لما يرجع ويانا بالاتصال. احنا بعد ما نسمعها نقدر نشوف الصور بس ما نقدر نسمع حرامات فحنعرف من عنده هذه التفاصيل. فبس انا اشوف انا حتى اذا لازم تبقى في الموصل حتى زيد من الناس اللي يروحوا لها واتمنى يكون مع هذا الاكتشاف الحكومه المحليه فعلا تسوي مثلا فتسليط ضوء مهم على اثارهم على اثار الموصل اثار العراق كله اللي موجوده في الموصل توعي العالم تقول يا اخوان احنا عندنا هذه الاثار احنا بدنا نسوي هيجي. فاحنا هاي الاشياء اللي نريد نشوفها يا سمين ايش قد حلو تراثنا وحضارتنا وكل شيء بالعراق يعني له بصمه وله ماضي عريق بالفعل انه يعني يحتاج تسليط الضوء على هذا الجانب الاكثر من مهم لان هذا يعتبر حضارتنا وماضينا. تحدث جمال عن 700 سنة قبل الميلاد يعني ما يقارب يعني صار لهاي الآثار 3000 سنة موجودة في هذه الأماكن فهي قديمة جدا ويجب الاهتمام بها. يعني الحمد لله هاي البعثات الموجودة لدراسة هذه الأشياء حسب ما قال لنا جمال عن هذا الموقع بأنه كانت هنالك أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي اللي كانوا يستخدموه حسب ما يقولون بعض يعني هم يريدون ينقبون عن آثار أو هم لاستخداماتهم بالهروب وغيرها فما حد يعرف بعد. لكن هذه البعثة الألمانية اللي موجودة في الموصل اللي اكتشفت هذه الآثار هي ما كانت تعمل بهذا الموقع لمدة 5 سنوات وخمس مواسم لهذا الاكتشاف التاريخي الضخم في العراق خاصة المنحوتات اللي اكتشفوها لحد الآن حسب الصور أو آخر الصور اللي وصلتنا يعني هي كبيرة وليس صغيرة وخاصة اللي أعتقد الثيران المجنحة اللي اكتشفوها على الجانبين وهي يمكن أشياء مربوطة بها العراق وآثارنا بشكل عام سواء تلقيها في الشمال أو في الجنوب بالضبط تكون مجاورة لقاعة عرش الملك سنحاريب بالضبط. هاي المعلومات اللي وصلتنا وأهل المدينة لهم لقطات حصرية من داخل هذا الاكتشاف مع جمال البدراني ومثل ما شفنا في لقطات الفيديو اللي قبل شوية كان باتصال مباشر مع جمال في تلك المنطقة وهذه لقطات حصرية لبرنامج أهل المدينة من خلالها. جمال بدراني الحمد لله رجعت لنا وهسه تسمعنا ان شاء الله وان شاء الله احنا نبدا نسمعك. اذا نسال اليوم يعني هذه الاثار اين سيتم نقلها؟ حتبقى هنا؟ سف
سفيان اكو شغله مهمه ايضا فضل. هاي تبقى في موقعها، هو الموقع اثري. نعم. انا تكلمت مع دكتور علي، هي هاي مكتشفه، هي مكتشفه صار فتره، والجامعه او البعثه الالمانيه تعمل في هذا الموقع منذ 5 سنوات بمعدل موسمين. هسه الموقع اغلق منذ يوم الجمعه، اغلق بالكامل وانسحبت البعثه. انسحبت البعثه منها، تجي في فصل الصيف عندما تعطل الجامعه الالمانيه يجون جايبين وياهم طلبه هم ينقبون، هم تكون تطبيق اكاديمي لهؤلاء الطلبه والعلماء حقيقه، ويجون في فصل الربيع ايضا على مده شهر ونص الى شهرين. المشكله بعد الاعلان هم غادروا ورجعوا لالمانيا البعثه. البعثه قلت لك هي 5 سنوات وتنقب لحد الان، يقال بان الالمان احتفوا بالافراح والاهل والزغاريد عند ما عثروا على هاي بالكلام. جمال احنا بينا حنحتفل هذا الموضوع اكيد بحلقاتنا القادمه، لكن احنا مضطرين نختم وياك هذا الموضوع. اكيد احنا بالحلقات القادمه لازم نسلط الضوء عليه حتى نعرف بانه شنو وليش ماكو، يعني ليش مو العراقيين ايضا يشاركون بالتنقيب، ليش ما احنا نستعجل الموضوع، الحكومه المحليه شنو اداها. كثير من الاسئله تتداور ببالنا، لكن اكيد في الحلقات القادمه حنسالك اياها. شكرا جزيلا لتواجدك بهذا المكان واعطانا هذه الصور الحصريه من داخل هذا الاكتشاف. هذا كل ما كان عندنا بحلقتنا لهذا اليوم. حق الرد مكفول لجميع اللي ذكرنا أساميهم بهذه الحلقة. تحياتي وتحياتي الكادر، في أمان الله. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.